بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين نادي 6 أكتوبر ومركز شباب سول. ضرب الجزاء لا يلعب ولا يلعبها 18 جون 5 لا شيء 5 نادي اكتوبر لا شيء مركز الشباب. تغيير نازل رقم 38 غلطة وخارج طه العلاء. وخرج 5-6 شوت طب ليه؟
5 اكتوبر لشيء مركز شباب سول اللي جاب جون مين؟ اسحب اسحب واكتب لك اصابه اكتب لك اصابه ست تعالى هنا بقى That's right.
انتهت المباراة بفوز نادي 6 اكتوبر 6 يا شيخ مركز شباب